المحل الأول للأسواق المالية في إكويتي جروب لينا قنوع للحديث عن العملات الأجنبية وتقلبات الذهب. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ لينا. بداية كما نلاحظ بأن هنالك كان معطيات عديدة خلال تعاملات الأسبوع الماضي أثرت على أداء وأسعار الصرف، ماذا حدث تحديدا؟ نعم، أهلا بك أحمد، صباح الخير. بداية بالنسبة للدولار الأمريكي، مؤشر الدولار الأمريكي كل الأنظار كانت متجهة إليه خلال الأسبوع الماضي. ارتفاعات كانت شهدناها أسبوعية للدولار الأمريكي نتيجة اجتماع الفدرالي الأمريكي الذي أقر أو حدد تقريبا توقيت بشأن تقليص برنامج شراء السندات البالغ 120 مليار دولار شهريا في نوفمبر إذا أتت الوضع الوظائف الأمريكية الغير زراعية والبيانات الاقتصادية جيدة، فسيكون هناك بداية هذا التقليص. وأيضا توقعات بأن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة خلال عام 2022، كانت التوقعات السابقة أن يتم رفع أسعار الفائدة في عام 2023، فهذا دعم الدولار الأمريكي بالارتفاع. فشهدنا عوائد سندات الخزانة الأمريكية تصل إلى مستويات، نحن نتحدث عن 1.45 لأجل 10 سنوات أقصد، فوصلت إلى أعلى مستوياتها في 2 يوليو تقريبا. هذه الارتفاعات التي شهدناها كان، فبالتالي شهدنا الدولار الأمريكي يضعف أمام الدولار الأمريكي نتيجة قوة الدولار الأمريكي بعد تراجعات شهدناها 1.16، لكن عاد لبعض الارتفاعات لأن شهدنا بعض الضعف في الدولار الأمريكي خلال آخر جلسة، فأعطى قوة لليورو ب 1.17، لكن الاتجاهات العمومية هي اتجاهات هابطة لليورو. أيضا شهدنا الين الياباني رغم الارتفاعات التي شهدناها خلال الأسبوع الماضي، لكن شهدنا بعض التراجعات في آخر الجلسات وهو بسبب قرار بنك اليابان المركزي بعدم تعديل سياسته النقدية يعني واستمرار في سياسته التحفيزية. لا ننسى أن التضخم منخفض بالسالب ب 0.3%، فبالتالي هذا أثر على بعض الشيء على الين الياباني خلال تداولات الأسبوع الماضي. نعم أستاذة لينا، يعني خلال تعاملات الأسبوع الماضي كان أسبوعا صاخبا والعديد من البيانات أثرت على مؤشر الدولار تحديدا وعلى الدولار، ماذا ينتظر الدولار خلال الأسبوع المقبل أو الأسبوع الحالي عفوا؟ بالنسبة للأسبوع الحالي بالنسبة لمؤشرات الدولار الأمريكي، نحن وصلنا إلى مستويات هي 93.30، لكن تراجعنا بعض الشيء. توقعات ربما أن تستمر، يعني ربما نشهد بعض الارتفاعات والقوة، يعني بعض التذبذبات، لكن المائلة إلى الاتجاهات الصاعدة أكثر بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي نتيجة قرار الفدرالي الأمريكي ببداية تقليص برنامج شراء الأصول، فسوف نشهد هذه الارتفاعات إلا إذا كان هناك تطورات بشأن قضية إيفرغراند، فبالتالي هذه لأن لم تستطيع تلك الشركة سداد ديون مستحقة عليها ب 83.5 تقريبا من السندات المستحقة كانت يوم الخميس، لكن لا نقول أن الشركة تعثرت، فديونها الكاملة طبعا 300 مليار دولار، لكن الشركة لم تتعثر إلا بعد انتهاء المهلة المتاحة فيها وهي 30 يوما. فبالتالي الآن هناك يعني بعض القوى للدولار الأمريكي سوف نشهدها في الفترة القادمة على المدى القصير إلى أن تتجه بعض البيانات الاقتصادية التي يعني أستاذة لينا، هذه القوة في الدولار هل ستنعكس، يعني كيف ستنعكس على أداء الذهب خلال تعاملات هذا الأسبوع تحديدا؟ نعم، بالنسبة للذهب تراجعات للأسبوع تقريبا الثالث على التوالي، نحن تراجعات شهرية شهدناها تقريبا ب 3.5%، وصلنا إلى مستويات أكثر من 1830، تراجعنا إلى مستويات 1750، بعد تراجعنا أكثر من ذلك نتحدث عن 1737 أدنى مستوى للذهب وصلنا إليه. طبعا تراجعات كنا شهدناها نتيجة عدة عوامل هي القلق من حوال حيال قرار الفدرالي
المالي الأمريكي، رغم أنه نهاية يوم الجمعة شهدنا بعض الارتفاعات وهو المخاوف من قضية إيفرغراند، فهذه دعمت أسعار الذهب. الذهب سوف يشهد بعض التذبذبات. نحن نترقب مؤشر الإنفاق الاستهلاكي، نترقب عدد من البيانات الاقتصادية المهمة، مؤشر الـ ISM القطاع التصنيعي الذي يعطينا فكرة أوضح عن توجهات الدولار الأمريكي وتأثيراته، وبالتالي نتيجة العلاقة العكسية التي تربط أسعار الذهب بالدولار الأمريكي. لا ننسى قوة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، نعم. لو استمرت السيكون لها تأثيرات على أسعار الذهب. أيضا لدينا اجتماعات، يعني اجتماع مهم لتحديد السياسة النقدية بين اليابان وأيضا بنك اليابان المركزي وأيضا بنك المركزي الأوروبي وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بريطانيا، فهذا حول السياسة النقدية. سوف نراقب بشدة تحركات الدولار الأمريكي والذهب خلال الأسبوع القادم. نعم، محللة أسواق المالية لينا قنوع، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.